ما وقع لأنه وقع عليهم ارتباك، ما قالوش شي حاجة. أي واحد جبتي واحد هنا راك كيضلوا دايرين جرائم كبيرة، كيجي يقول لك الجلسة ما داير والو، ما داير والو، كاين شي واحد كيجي يعترف ما داير والو، ما داير والو. كاين شي واحد اللي غادي يأكد لهم داك الشيء هما دوك الناس اللي كانوا في حراسة النظرية والقرص. قالوا شكون اللي طريق المحافظ كان تناقض الطبيب الشرح هذاك المحافظ راه باين اش داير، حنا عارفينه. كيفاش درتي لنا 440 قال لك راه ديال الغرباء بلاكه وحده قايله، وملي مشينا قلنا عطينا غير بان مدفون ذاك 440 جبدوا اي كنت اختي من السجل باش حطيتي تما، قال لك هذا معروفه ما قلبوش عليها. علاش حطيتي ذاك 440؟ كنت خاصك تعاقب، خاصك تعاقب، خاصك خاص وكيل العام مالك كان معانا كان خاص يدير لي محضر، محضر بذلك يمشي للاعتقال لان باين. لان زور، لان زور، علاش درتي لنا بلاكه ياك اختي من السجل 440؟ ليش درتها في غرباء حتى تزيد بلاكا؟ لأنه ما كانوا صحابنا غنمشيو ومشينا نتحرشوا نقينا داك الشيء كلش حيت كون ما مشيناش قلنا هو كانوا كيقلبوا على شي حاجة باش الحاجة الوحيدة اللي كانوا غيصيدونا فيها هي استخراج جثة. أبي الزيارة طبلو قال لها السيد وكيل العام مالك ما يمكنش تطبنيهم لأنهم هذوك راه هما ديال هما وسائل إثبات ديال الجريمة، هذوك راه خاصهم يبقاو دلائل وخاصهم يتحجزوا، ما يمكنش خاص هذوك راه فيهم الدلائل، علاش خاص بنتي؟ فسولها ثانيا بان هي كتقول في ما كاينش في المركز وثائقي، مين جابت لك وثائقي جابت لهم؟ قالت شي حاجه سطحيه ما قالت شي حاجه اللي ولكن اللي غادي خاص ما يمكنش نهضروا مع طبيعه التشريح حتى نبينوا القرص، لان القرص راه شافت الجثه على الحاله اللي فيها القرص، على الجثه اللي كاينين حيد الاعضاء وحيد هذاك الشيء، حيت خاصنا نواجهوها ونواجهوها تما مولات النعناع وداك الشيء اللي اول وحدين شافوا الجثه والدراك اللي هما شافوها. دابا شكون اللي كيكذب؟ واش الدراك ولا طبيب التشريح ولا شكون؟ اما واحد فيهم راه كيكذب. نهار ما عجبها الحال ما قالش والو، لان هذه الجلسه راه هذه الهيئه راه معروفه جدا. هما بين تخرج بين ما عاطين والو، لان خاصهم نواجهوهم مع القرص، خاصهم نواجهوهم مع بائعة النعناع، خاصهم نواجهوهم مع الدراك. شكون اللي كيكذب؟ هما هي ولا الدراك؟ الدراك كيقول حاجه وهي كتقول حاجه، هي صرحت للدراك بحاجه دابا كتقول حاجه، شكون خاصها اذا هنا؟ جوج فيهم واحد فيهم ماشي هو الدار قالت ما كاينش وثائق في الميل في الدار كيقول لنا محيده لي القلب والمعده هذا الدار دائما الدار كيكذب قال لك محروق مقطوع لي راسه كاين العظام ديالو دايرين لي عندنا هذا الشيء في المحضر ديال الدار اذا الدار كيكذب هي اللي عطاوها ذاك المحضر جوج الجثه هي اللي عطاوها لها اذا شاف ذاك الشيء عجبها كتقول لك ما شفت حاجه تحس هذا الشيء ساهل غنسكتوا عليه ماشي ساهل اللي ادى اليمين وشي الشهاده ديال الزور راه كيتعاقب كيتعاقب حتى لخمس سنوات حبس النافذه الجلسه المقبله استرجعوا ان شاء الله الاسبوع المقبل ما علموناش شفتوا معنا شفتونا عافيه هذاك السيناريو كنعاودوا دائما لقينا 440 الطبيبه الشرعيه هو كتقول لك تقول لك في المحضر بان طبيبه التشريح فلانه سمات لفلان المحافظ لا تقبر هذا الرقم هو مشيتي درتي لنا بلاكا 440 ملي مشينا رجعنا عنده قلنا واخا خرج انت قلنا عطينا هذاك قلب السجل يعني قلب السجل ياك خرجتها بناء على السجل قلنا ملي قرب السجل قال لك لا هذا 440 مولها معروف دلاس بيا قال لك معروف ابي انت مول هذا مع نوع من التدريس والتصوير وكلشي هذا كلشي غيبان في الاخر حتى واحد ما غيفوت من القانون لان ملي سمعوا لهذو سامع السيد الرئيس مشكورا جوك لان كانوا الدراري كيقولوا هذو معتقلين كيقول لك ان تاني بناني هو اللي كيعطيهم الاكستازي هو اللي كيجيب لهم الحب الاسا هو اللي ضرب راسه هو اللي دار كل شيء هادشي راسه هما ما كيديروا حتى شي حاجه جبنا الشهود وسدتو لهم الشاهد الاول اللي يجي يدي يمين المسكره مشى كيجي قال لك مو طلع لها 8 ونص سكر دابا ما
خاطر خوت خل عمرو غادي يشد، خايفه من هاد الناس. هاد الناس عند واحد القوه واحد النفوذ يقدروا يديروا اي حاجه. لان جا الشاهد قال انا ما كنعرفش بانني تامي نهائيا. شكون هو الشاهد؟ الشاهد الاول اللي جا شهد دابا اللي قال لك انا اصدقاء صديق ديالي هو المتهم الرئيسي، هو واحد اخر ذاك اللي في بلجيكا. ولكن هذاك اللي في بلجيكا ضرب لي التليفون قال لي غنصيفط لك المتهم الرئيسي باش تاخذ توريه مول بزناس اللي كيبيع الاكتازي وكيبيع الغبره وكيبيع. فعلا قال لك ملي مشيت ملي جاو عندي جا عنده ذاك صاحبه قال لك نزل نزلوا بجوج هذاك الشاهد الثاني جا شهد دابا ونزل المتهم الرئيسي وشراو شحال ديك المره كيقول لك وحده خدنا قرقوا بيا الوحده. سامي البناني هو كيجيب هذا الشيء والصديق ديالو المزيف اللي هو متهم كنعتبر انا بقى خدام الاس ام اس ديالو تم بعد الوفاه ديالو بعام. ودابا اللي جاي كيبرأ هاد الناس وكيقول لك ما قاتلش واش كان معاهم اللي كيهضر عن طريق واحد المنبر الاعلامي مباشر كيهضر مع المتهم اللي بلجيكا كيقول لي بحال تيقول لي ها انت ما تقول والو شوف راه القضيه راه ما جابدينكش انت ما تقول حتى حاجه على هادو. انا كشر كله شناه وعرفت ذاك المنبر اش كيدير وذاك المنابر اللي كتجي تتحرض واللي ما غتبغي تخرج في الحقيقه. راه قلت للسيد الرئيس في كاين المنابر اللي جات هنا قالت لهم ما تخليوش تاخذوش اقوال ديال ما تاخذوش اقوال حنا راه عارفين كل شيء وراه ما غنسكتوش. راه الحقيقه بانت ما كاينش اللي غيضرك في الغربه. وملي هذاك المحافظ ديال المقبرة علاش على هنا ورط راسو ما يسحبوش حد هنا مشات راه باقا. لان هذاك الشاهد قال لك انا هبط قال لك انا صاحبي بقى هذاك المسكين بناني التهامي دار راه الدرسه قال لك كنحضر واحد الحفل قبل واحد 30 بالك في واحد القنت ما كيتحركش ما كيكرب ما كيكمل ما كيسكر ما وقف. ملي مشى معاهم ديك النهار مع ذاك المتهم الرئيسي كان في المقعد الامامي دار راسو الدرسه ما نزلش من الطوموبيل. هو المتهم الرئيسي هو اللي نزل وهذا اللي مشاهد التالي وعاود لينا على المعطيات ديال ذاك اللي كيتهدد فينا من بلجيكا قال لك هو وهذا المتهم الرئيسي قال لك مجرمين بزاف. قال بعد اداء اليمين ديالو كنت نقرا قال من درجه انا براسي كنت غنتعرض للقتل لان كنت كان معاه واحد الحفل جا ضربني واحد الضربه والضربه كيفاش ضربني الضربه الثانيه كان قتلني خفت منه. كان بعد ما شفت حوايج اخرى قال لك واحد المره كانوا غاديين في الزرقاء هكا نزلوا ذوك الجوج ذاك اللي في بلجيكا وهذا اللي هنا هذا المعتقل بجوجهم قال لك نزلوا من الطوموبيل شو عند واحد بنت بغا يهضروا معاها نزلوا عليها جنو كذاك قالوا شوف قدام جلسه بعد اداء اليمين بعد اداء من اليمين القانونيه قالوا هذا الشيء. ثالثا قال لك ما يمكنش ليا انا واحد النهار مشيت عند المتهم الرئيسي اللي مشيت دابا عند واحد هكا هادو مهمين هادو راه مهمين. العنف ديال كنعاود لك العنف ديال هاد الناس كيقول لك ما ابرياء قال لك كانوا في لاكاب ديال الفيلا ديال المتهم الرئيسي بنت داوا في كفر ديالهم خطفوها من الشارع داروا لها سمطه ديال الكلب هنا تيدور فيها الفيلا كيقول لها قولي هاو هاو وكتفوز تفرج بحضور هاد الشاهد قال لك ما نقدرش ندوي كنبوس تفرج في الاخر داروها في الكفر وداوا لها حفظ واخا بلاتي فيما يخص الدكتوره يعاودوا يستدعوا مجلس معلوم لان غادي نجيبوا القرص خاصو ضروري خاصو نتمكنوا من القرص من الاول كنطالب بالقرص لان القرص راه هو جريمه ضروري حيت ما يمكنش تقولي اقوال هكا كثر نقول لك انا اللي بغيت ولكن اللي غياكد ذلك كاين قال لك رئيس الجلسه قال طلبنا من الاول حيت كاين في المحضر كاين في المحضر بان كاين محضر وقرص كاين في النيابه العامه كاين كاين كلاسي الوكيل العام ما كانش عنده دابا قال لك واش كاين قرص كاين قال لي رئيس المحكمه قال لي كاين خاصنا نتوصلوا به ولكن نواجهوا الطبيبه ديال التشريح مع ذاك القرص ونواجهوها مع مولة النعناع ومع مع الدرك مع مولات النعناع وذوك اللي كانوا في الحراسه النظريه غنعرفوا شكون اللي كذب وشكون اللي كيكذب واش شكون اللي كذب واش مولات النعناع. وقع الكثير تقدم كبير لان دابا الجود تبات بانت الجود اللي كنا كنقلبوا عليه لان الطبيبه جات وعطتنا واحد الصور وعطات شي علامات كلا اللباس وكذا وكانت الام ديالو واش هذا ولدي قالت لا هذا ولدي هذا الشيء ديال ولدي خوتو حتى هما تعرفوا عليه. يعني هذيك الجثه اللي تلقات في 2007 بحال اللي كنقولوا نكروها اللي لقات الدرك الملكي هي الجثه ديال التهامي بناني. دابا هي كتقول لك بان نظرا للحاله التعفن المتقدمه ما يمكن لاش تقول
واش مورس عليها عنف ولا ما مورسش علينا عليها عنف. يمكنش تقول ممكنش تحسن في هذه المساله هذه، ولكن المهم هي انها اعطتنا واحد الرقم قالت لك 440، هذاك رقم الجود التالي رقماته هي طبيبة التشريح، ماشي هو الرقم ديال القبر. دونك السيد المحافظ مشكور جا قال لك انا جاني امر في 440 وليتهم 440، وهذاك 440 راه معروف ديال واحد السيده وعطانا السميه ديالها. وفيما يخص تامي بناني راه تدفن في شهر 4، في حين ان 440 ما تدفن حتى شهر 7، وهو عنده واحد الرقم التسلسلي ديالو، شوف واحد الارقام التسلسليه ديالهم، يعني اذا كان 440 في شهر 7 يعني ان الجثه ديال تامي بناني غتكون في واحد الرقم قبل 440. هادشي اللي كاين. دونك تامي بناني ديال الخبر ديالو راه موجود اللي هو رقم باقي ما عرفناش، خصنا نمشيو للسجلات ديال المقبره بحال قال سي المحافظ، قالك رجعوا للسجلات ديال المقبره التاريخ اللي بغيتو غتعرفوا شكون اللي دفننا ومنين جايين، وعلى حسب المعطيات ديال السجل غتلقاو القبر. هذا دوك ديك الحكايه ديال انت ماشي انت، هذيك كان غير خطا الاجراء. علاش ما دارش يعني قبل كتطلب زعما علاش المساله ما دارش يعني؟ لا كانت المحكمه، كانت المحكمه امرت باجراء خبره على واحد القبر، كان غلطت في الرقم، كيوقع واحد الخلط ما بين الرقم ديال القبر والرقم ديال 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 الجثه. الرقم ديال الجثه ماشي هو الرقم ديال القبر، الطبيبه كتقول لك انا كنعطيها رقم وكنصيفطها كتوصل لباب المقبره ماشي شغلي. كيجي المحافظ كيقول لا انا كناخذ عندي تسلسل ديالي انا كنبقى غادي عليه، كل جثه كتجيني كندفنها. المشكل كما كنقولوا الجرح اللي لقاو في الرعد ديال الضحية، شنو القصه ديالها؟ الجرح هي الطبيبه كتقول لك بان ما يمكنلهاش تحسم في الجرح، لان الحاله المتقدمه ديال الجثه ما يمكنلهاش تقول لك واش تعنفات ولا ما تعنفاتش. ولكن حنا على اساس الصور اللي عندنا كيبان لينا بان راه تمارس عليها عنف هاد الجثه هذه، لا سيما وان كاين واحد السنه طاحت نتيجه التعفن، واكيد كانت نتيجه التعفن راه غتكون غطيح حداه غادي نلقاوها. سولتها قلت لها واش لقيتي السنه؟ قالت لك لا ما لقيتهاش، لقيت غير بلاصتها. ايوا يعني ان شنو فين مشات السنه؟ يعني السنه ضربات وطاحت في بلاصه اخرى. هذا هو هذا هو الخلاصه ديال هذا اليوم هذا. شكرا. لان كانت واحد الفكره اللي اليوم نهارت هو ان ما كاينش الجثه. اليوم راه بانت الجثه، تعرفت عليها مو، والطبيبه كتاكد بان الوسيله باش تعرف على الجثه هما هادو. قالت لك انا كنستعمل التقنيات اللي كتستعمل الطبيبه الشرعيه باش تعرف على جثه من خلال التعرف ديال العائلات، هي اللي استعملت اليوم امام المحكمه مع الام ديال تامي بناني، وعطت نتيجه ايجابيه، وان الام اكدت بان هذاك هو ولدها. هذا بحد ذاته هذا راه خطوه مهمه للامام، ايجابيه ومهمه، لان دابا واحد الجزء ديال الاطروحه ديال الخصم تحت الارض. غتخرجوا ما تنساوش تابوناو معنا في لاشين يوتيوب وبارطاجيو المحتوى في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا جيم.